بعض الفئات من المستفيدين من الرقابة الإيجابية ضمن البطاقية الوطنية للسكن من خلال الممارسة اليومية لدراسة طلبات الاستفادة لمختلف سياق عرض السكن العمومي. لوحظ وجود حالات خاصة معنية بمعايير الامتلاك الدخل أو الاستفادة من إعانة الدولة من شأنها أن تكون مؤهلة للاستفادة من السكن العمومي. في هذا المنظور وبناء على الإثباتات التي يقدمونها للمصالح المكلفة بمراقبة مدى أهلية الطالبين المعنيين بالحالات التي سأعرضها بعد قليل، تم الإقرار بموجب المذكرة التي أمضيتها بتاريخ 8 أفريل سنة 2018 وبصفة استثنائية عن أحقية هؤلاء من الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة من قبل الدولة للحصول على سكن عمومي. وبالمناسبة يشرفني إعلام الحضور الكريم بتنصيب اللجنة الوزارية للطعن المكلفة بدراسة الطعون المقدمة من قبل المترشحين لاقتناء سكن من نوع البيع بالإيجار عدل أو سكن ترقوي عمومي.